خد يا عم. ايه ده انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا مديك 100 والناس شهاده؟ انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بيت انت؟ شوف النصب. خلاص يا استاذ. خلاص يا بيه. خلاص يا بيه. خلاص يا باشا. هات الناس صغار. غيروا الصنف بقى واستنضفوا. هات الناس صغار عندك. في حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زيه. لمين؟ لواحد. حبيبي؟ لا حبيبي إيه ده، خطيبي. ها تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة إشمعنى؟ عايزة أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل بثلاث أيام، يوم 18. أنت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده؟ انت لسه هتقرا؟ ايوه. تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ لا دي معرفهاش، معلش عدي لي دي. اسمعي الكلام، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هساله. اسالوش ليه؟ الو الو، عامله ايه؟ انا كويسه. خدي يا حاج، خدي عسل. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش. يا بنت قلت لك اوعي روحي بقى. بقول لك ايه، هسالك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين، ماشي؟ انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول. قول لي بس. لا خلاص خلاص. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي، قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن، يا سلام، الله اكبر، ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي، انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهديه بيها. اتفرجي بقى. سلام. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت، انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعه يا بنت. لا ماشي حبيبتي، الف مبروك، الف الف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى، الخاتم ده فيه حجر كريم بيألف بين الاحباب لغايه الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي بس صنعته متكلفه. Oh,
انا عايز احلى سلام للناس التمام، للناس اللي مشرفانا ومنورانا ومكبرانا. ابو هناء سيد المعلمين الكبير اوي، معلمي سمعني عظيم يا مصر. عشان مش